بسم الله الرحمن الرحيم. محاضرة موضوع الحرارة جامعة بغداد كلية التربية للعلوم الصرفة ابن الهيثم قسم الفيزياء المرحلة الأولى. موضوع محاضرتنا اليوم الفصل الثالث الغازات. أستاذ المساعد دكتور عبد الحميد رحيم الصراف. إذ تمثل الديفي الزيادة التفاضلية في الحجم ومن تكامل العلاقة اللي حكيناها قبل شوية نحصل على أن W تساوي تكامل الدي دبليو والتكامل من V بداية إلى V نهاية P D V. حتى نسوي هذا التكامل لازم نعرف كيفية تغيير الضغط مع الحجم، لأن الشغل المنجز لا يعتمد فقط على الحالة الابتدائية والحالة النهائية للجهاز، وإنما يعتمد على الحالات المتوسطة بينهما. يعني لازم أفتهم نوع المسار. هذا الشكل رقم 8 يوضح نوع المسار للعلاقة الحاصلة ما بين P و V. سلايد رقم 20 الآن احنا شوف يوضح لنا ضغط الغاز المثالي. تصادم جزيئات الغاز مع جدران الوعاء اللي يحتويه يولد لنا ما يعرف بضغط الغاز، وذلك نتيجة للقوة الناتجة عن هذا التصادم. ونظرا لوجود أعداد كبيرة من التصادمات خلال الثانية الواحدة، فإن القوة الناتجة من هاي التصادمات راح تكون ثابتة تقريبا، ويكون متوسط القوة عاموديا على السطح. يعني القوة العامودية المؤثرة على وحدة المساحة من جدران الأسطوانة نسميه بضغط الغاز، ويقاس بالباسكال نيوتن على متر مربع. فإن متوسط الضغط على جدران الوعاء الحاوي الغاز ممكن أن يكون بالعلاقة التالية: P تساوي أن F إلى A ويساوي أن ثلث N سب نوت MV سكوير ويساوي 2 على 3 N سب نوت في نصف MV سكوير، حيث أن N سب نوت N small سب نوت تمثل عدد الجزيئات في وحدة الحجوم، وفي سرعة جزيئات الغاز. حاول أنه تميز ما بين في الحجم وفي السرعة. حاول أنت أن ترسم الفي إلك وتبقى عليها، ودائما تشير إلى نوع الفي حجم أو سرعة حتى ما تصير عندك بها التباس. ومنها راح نبدأ نحصل على العلاقة أن ثلث N نوت في MV سكوير يساوي NRT على V، أي بمعنى أن T تساوي N نوت في MV سكوير على 3 NR. طبعا NV N نوت small V يمثل العدد الكلي للجزيئات في الحجم V، أما N تمثل عدد الجزيئات الغرامية المولات في الحجم نفسه، و N small NA تمثل أيضا العدد الكلي للجزيئات في الحجم V، أي بمعنى أن N نوت V تساوي N في N أفوغادرو. لذلك راح نحصل على أن T تساوي 2 N أفوغادرو على 3 R في نصف N V سكوير، يعني R على N أفوغادرو يساوي K بولتزمان، ويساوي إنه 1.38 في 10 أس ناقص 23 جول على كلفن، أي بمعنى ممكن التعبير عن درجة الحرارة المطلقة للغاز المثالي بالعلاقة التالية، هي T تساوي نصف MV سكوير افتح قوس 2 N أفوغادرو على 3 R، ويساوي إنه نصف MV سكوير افتح قوس 2 على 3 ثابت بولتزمان، أي المعادلة رقم 45. هذا يعني
انه قدرنا ان نعبر عن درجه الحراره المطلقه الكلفينيه بدلاله الطاقه الحركيه الانتقاليه للغازات. لهنا نكون قد انهينا محاضرتنا بموضوع الغازات، وان شاء الله الاسبوع القادم سوف نقوم بحل مسائل الفصل الثالث الموجودة في صفحة 23، وهي 5 أسئلة محلولة، ونتدرب على طريقة حلها. شكرا لإصغائكم والسلام عليكم.